مساء الخير حبايبي، مساء الخير جمهوريين، مساء الخير جمهور الأغنية المغربية. عامة في العادة أنا معروف عليا ما كنديرش شي لايف، ما كنديرش ديريكت، ما كنديرش فيديوهات بحال هكا، لكن اليوم اضطريت لأنني شوية عيانة. بون، بالنسبة لصحتي باش تطمئن الجميع، المشكل اللي عندي صحيا عندي الكلاوي، وجو بونس الناس اللي عندهم هذا المشكل ديال اللوغان راه عارفين المرض ديال اللوغان والحريق وشنو يعني، مرة كيتفاجئني هذا الشيء. انما المرض اللي مرضت اليوم اكثر من مرض الكلاوي هو انني بكل صدق جاتني بكي على الاغنيه المغربيه او على الفن عامه في المغرب، والاتصالات اللي جاتني من البارح اليوم بصراحه شيء شو ما كان نتكلموا في هذا الموضوع في هذا الوقت وفي هذا الظرف اللي هو فيه مشاكل اخرى، في هذه الجائحه، في هذه المشاكل الاغتصاب، في هذا بزاف الحوايج. انا حتى الفرحه ديال بنتي الماس في الميلاد خليته اجلته، عملي مع سين عمان اجلته علاش حتى تفوت هاد النكبات. تنعيش عشنا حزن مع رحمه الله مسكين ذاك الوليد عنان، فما يمكنش المغرب والجمهور المغربي والشعب المغربي اللي فرح الازدياد الماس يعني ما نكونش غنكون نكره الجميل لهاد الناس ونكره الجميل للناس اللي كيحبوا لطيفه باش انني نفرح بوحدي ونوض كنعمل في حفلات بنتي ونعمل هذا. سمع العلم انني كنت غنعمل لها السبوع وعيد الميلاد الحمد لله. اذا اليوم غادي نتكلم على واحد الموضوع شائع اليوم وكيبكي كما قلت، وهو موضوع الدعم. الدعم اللي هو من 2008 وحنا كنسمعوا بهذا الدعم. في 2008 انا الحمد لله انا وبعض الرواد الكبار اللي تشرفنا بالبطاقه الفنان من عند صاحب الجلاله نصره الله محمد السادس، وكان املنا انه هذيك البطاقه ياخذ المشوار ديالها، تاخذ المشوار ديالها وزاره الثقافه. انا بالنسبه لبطاقه الفنان اللي عندي، الحاجه الوحيده اللي كندير بها هو انه كنعتز بها عندي دائما البورتفوي ديالي، لدرجه انا اخيرا طفيت البورتفوي بكيت عليها اكثر هي، ولو غتصاوب لي وحده اخرى او تصاوبت لي وحده اخرى، ولكن هذيك خديتها من عند سيدي الله ينصرو، تحطت لي في يدي من عنده، فكانت عندي عزيزه بزاف، والحمد لله لقيت البورتفوي ولقيتها. لكن الجوهر ديال ذاك البطاقه يا وزير الثقافه اشنا هي؟ انا ما فهمتش علاش المناصب كتوخد من غير بانه انا صاحب جلاله، او كتوصلوا المناصب يعني ما عرف يعني كتوصلوا مناصب كيعطيكم منصب او كتاخذوا منصب خلال الحكومه ديالكم باش تقوموا بواجبكم. لكن انا اليوم كنتكلم بحرقه، ولا ما غنتكلمش انا كرائده كما يطلق علي يعني يسمى ان الله تفرق في رواد الفن، لما تكلمتش على الشباب، لما تكلمتش على الناس الاخرين اللي مضرورين، راه انا اللي سكت على الظن فهو ظالم. اللي وقع مليار و400 مليون خرجت البارح او البارح. انا ما كنتشبعش، ما كنشوفش، لانني انا ما كندفعش، عمري دفعت دعم، عمري غنيت على حساب شي حد. يعني انا من نهار اللي خرجت الميدان الفني، هذا باش تعرفوا ما كنعرفش الديريكت، التليفون كيطيح لي. من نهار اللي خرجت الميدان الفني وانا كنتج نفسي من 85، كنت مع المرحوم رحمه الله طليقي اللي هو كان مدير اعمالي وفي نفس الوقت عندنا شركه اضواء المدينه، كنا ننتجوا نفسنا، كنتجوا نفسنا وكنوزعوا نفسنا وكنوزعوا اغاني للناس، عبد المجيد عبد الله، محمد عبد الوهاب، يعني الناس محمد عبدو، يعني الناس اللي في الخليج كنجيبوا لهم التوزيع هنا وكنخرجوا الاغنيه المغربيه برا. من بعد وقع طلاق وليت انا كنتج نفسي، ولا عمر شي حد نتج لي، فقط ما كانش الانتاج وانما كولابوراسيون مع صوت القاهره اللي هو رشيد حياك صاحب شدائد اف ام، في واحد الوقت وجيز البوم واحد الخالدات، وتبقي كل مشاتو لا تفرقت من مالها الخاص. يعني عمري انا عمري ما عملت انتاج دعمني شي حد. لكن ملي توصل وزاره الثقافه انها تفرق البارح ولا البارح مليار و400 مليون لاسماء غير معروفه، انا كنشوف واحد لا ليست جاتني، لان انا ما كنتش غنبغي نبحث في هذا الشيء، لكن من شفت الناس كان ضروره بغيت نعرف، جابوا لي الاسماء اللي تعطات لها تعطى لها الدعم. لا يعقل اسماء ما عندها علاقه بالفن، لا يعقل انه شركات، راه كاين شركه البني كاينه حتى هي تما. يا وزير الثقافه قبل ما تعطي مليار و400 مليون، شوف هاد الناس كيديروا، شنو المهمه ديالهم، شنو كيديروا؟ العازف، مغني بصح، هل صحيح بروديكتور،
لان كاين الناس اللي دايرين شركه برودكسيون ما عندهمش برودكسيون نهائيا. ثانيا كنعرف بان الدعم هذا ديال هذه المره هذا اللي خرج فيه هذا المبلغ، ما نتكلموش على من 2008 والدعم تيخرج جوج مرات في السنه، يعني جوج مرات في السنه فين هي الاغنيه المغربيه؟ جوج مرات في السنه تيخرجوا مبالغ باهظه لبعض الاشخاص، مع احترامي الناس اللي خداو الدعم، انا ماشي كونتر الناس اللي خداو الدعم، ماشي كونتر اسماء، انه هناك اسماء معروفه وكتخدم، كاين ناس كتخدم وماشي غادي نذكرها ونذكر اسماءها، كاين ناس كتخدم وكتعطي انتاج ما كاين مشكل، لكن كاين اسماء اللي ما معروفاش نهائيا. من 2008 والدعم تيخرج كيخرجوا ملايير، الوقت اللي انا كتكون عندي سهره تابعه لوزاره الثقافه كيبكيو عليا، تيقول لها طفله ما عندناش فلوس، ما كاينش عن وزاره الثقافه. عمري في حياتي اقسم بالله عمري ما خدمت في وزاره الثقافه بالثمن ديالي، الوحيده وزاره الثقافه الوحيده اللي كنخدم فيها كنخدم بثمن ناقص، وكيجيبوا الفرقه كنجيب الفرقه ديالي وكيزيدوا الفرقه، لان وزاره الثقافه هي اللي كتحكم في المعاهد، كتجيب مساكن دراري من المعاهد يخدموا يمكن باطل. كنتفاجئ بهذا المبلغ ديال هذه المره اللي هو الدعم الاستثنائي. ما معنى هو الدعم الاستثنائي؟ الدعم الاستثنائي سيدي وسمعوني فهموني مزيان، وهو انه جا في جائحه كورونا، يعني غادي نعاونوا الناس مساكن اللي ما خدامينش، هذه الجائحه باش تعاون الناس. سيدي غير عاونوا، حنا ما محتاجينش انتاج، حنا محتاجين المعاونه دابا الناس، الناس ما قدش ما تاكل، راه موسيقيين تبيعوا الالات ديالهم. هاد مليار 400 مليون لو كون كانت تقسم على فنانين كيسعاو دابا، على موسيقيين تيعيطوا تنعطيو هما ياكلوا، حنا ما بقاش حقنا نعطيو، راه الله غالب وراه ما عايشاش بالفن. الحمد لله والشكر لله عشنا بالفن ودخلنا به الكنيسات، لو كون ما عملتش علاش نرجع كما كيقولوا، لو ما كانش الحمد لله جوج بيان ما في، وكنعرف بحق الزمان كنعرف بحق الفنانين اللي مساكن ماتوا كيسعاو خارج المغرب، ماشي يعني في مصر كنسمعوا فنانين وممثلين وهذا كيعمل الانسان علاش يرجع، علاش باش يوكل راسي ويوكل الناس اللي خدامين معاه، وكلو كنديروا هنا شركات هنا كذا كذا، كره ما لقيناش باش ناكلوا، الوغ شحال قدنا نعاونوا؟ علاش وزاره الثقافه ما تعاونش الناس؟ علاش هذا الدعم ديال مليار و400 راه كتخرجها الفم بزز في هذه الجائحه هذه؟ يعني راه كاينين طبال وغياطه ما لقاوش على اساس باش يخدموا فيهم، راه خصهم ياكلوا، قسموك وقسمتهم بلا دعم، ما ديرليش الدعم الاستثنائي يا وزاره الثقافه، ما ديرليش الدعم الاستثنائي، دير فرق سيدي، جيبوا ناس من حقكم، شوفوا الجهات، شوفوا العمالات، شوفوا المجالس، وشوفوا الناس اللي كتخدم لفنانين، هذو اللي ما عندوش ما ياكلوا، راه الناس كتموت بالجوع، راه فنانين كيبيعوا الالات ديالهم باش ياكلوا، تجي مليار و400 مليون تفرق على اسماء غير معروفه واسماء عندها، اوكي عطيتهم فلوس. بغيت انا دابا الان كنطالب بالانتاجات، لان شوف الا غادي نسقط انا على هذا الشيء كنطالب بالرواد بالفن بصح يعاونوني في هذه القضيه، انا ما خصنيش نسكت على هذا الشيء، ما خصنيش نسكت. اولا كان الدعم هذا الدعم الاستثنائي قال لك اللي كانوا كنقولوا بعدا، انا ما عرفت ربما قال لك اللي فايت دار دعم خصو عامين عاد يدير دعم اخر، ملي كنشوف انا ما عمري بحثت مليون بحث، ولو والله العظيم عيانه بحث، لان ضرني قلبي ولا غنسكت انا ويسكت هذا ويسكت هذا، سا سي ترو. الوغ كاين الناس اللي كتاخذ دعم كل مره، الدعم كيجيبو كيديرو فيه ثلاثه الاغاني اربعه الاغاني حتى تسعود الاغاني، عطوني الله يرحم والدينا هاد الاغاني، بغينا الاغاني لان انا ولا كان هاد وزاره الثقافه خرجت الدعم باش تساعد الاغنيه المغربيه، بغيت نسمع هاد الاغاني، انا بغيت نسمعهم كلهم، نسمعهم مني انا من انا غير من الجمهور، بغينا نسمعوا الاغاني كلهم اللي تعطى لهم الدعم من 2008، اما دابا خصهم يتسمعوا وهاد الدعم اللي تتعطى، انا اغنيه ديال الفرع تنديرها كتخش لي 6 مليون، لان انا كفنانه كبيره كنقولوا الحمد لله، يعني غادي نخلص الموسيقى مزيان، غادي نخلص الناس، هذاك هو الربح اللي غيربحوا مني، يا سهره يا غير ندخل الاستوديو تعطى مبالغ وتجيو تقولوا اغنيه وما كنسمعوا حتى اغنيه، راه عباد الله راه خصني نعطيكم اسماء، انا عمري ما سمع، انا فنانه في المغرب وكنعرف اغنيه مغربيه، هذا دعم اغنيه مغربيه، وحده راه ساكنه في القاهره وخدات الدعم، يعني حاولوا تفهموها شويه، يعني عييت ما نحاول، كلشي تيقول لك ما تنوضش عليك الحال، شنو هذا الحل هذا اللي غنوضوا علينا ما نوضناه في هذا الشيء، هذا رابع سن تيدفق في الارض وحنا ما وخديش ما ماكليش منه الناس، انا ما تنهضرش على باش ناخذ، انا ما عمري لان باش نكون واضحين، هل يعقل لطيفه رأفت عبد الله بكالي اسماء كبيره في الفن، في الفن نحط اغاني ديالي في اللجنه يحكم عليها واحد كان موسيقي عندي عنده 17 عام كبر معايا وكبرته معايا، مع احترامي لبعض الاسماء اللي راها موسيقيين كبار وموسيقيين موسيقار كبير، شل سفر كركي راه مع اللجنه، لكن انا كنعرف كاين موسيقيين وكاين ناس انا مع احترامي لهاد الناس ما نعطيكمش تحكموا ليا على 35 عام باش عاد يقبل لي
وزير الثقافه الدعم اللي تعطيه لطيف رأفت، انا الدعم خليته الناس اللي عاد بداو وخليو الناس يسترزقوا الله، لكن هاد المره ضرني قلبي بزاف، راه ما ضرنيش حتى الدعم، هما عمري قال لي انا كون بغيت الفلوس غنمشي ندق على الوزير وغنقول له انا كرائده الفن المغربي وكفنانه كبيره في البلاد راه خصك دير لينا مبلغ اما عام كل عام اما شهريا، لان حنا اللي خرجنا الاغنيه المغربيه وحنا سعد المجرد مع احترامي الاسماء الان اللي تعطات لها شهر الاغنيه المغربيه، هل شهرها بالدعم؟ شهرهاش بالدعم، شهرها نجيبو الخاص المال الخاص، وكذلك اسماء اخرى احنا كنشوفو سعد لان دابا الان ولا بغينا كرهنا بغاو كرهو الشباب، بس الان هو الواجهه ديال الاغنيه المغربيه خارج الوطن، لان كنشوفو شنو كاين وكنتهضرو مع فنانين كبار في خارج الوطن وتتكلموا على سعد اكثر من كل اكثر من اسمي انا اكثر من اي اسم، كيبقى عبد الله الدكري نعيم مسامح بلاد الخياط رواد الكبار هذوك كيعرفوهم يعني تربوا عليهم وليد توفيق تربى على صوت عبد الله الدكري عبد الله الخياط، لكن يا سعد وزير الثقافه انا عمري ما تكلمت بهذه اللهجه، لكن الان غنتكلم عليها، راجع نفسك مزيان وشوف هذا الفلوس اللي كيمشيو واعتقوا الناس اللي كتموت بالجوع، من عندك مليار 400 مليون تفكها هكذا تمشي هكذا في الخوا، فانا الان كنطلب حقي، كنطلب لا ميتشيال ديالنا، كنطلبوا الشهريه ديالنا، انا بغيت نعرف لمن كنتمي، هل كنتمي لوزاره الثقافه؟ هل كنتمي لوزاره الداخليه؟ هل كنتمي لوزاره السياحه؟ راه حنا باش يعرف الجمهور الكريم، راه حنا ما عندنا حتى شي وظيفه ولا وظيفه، ما عندنا لا سي ان اس اس، ما عندنا انا بون عندي لان عندي شركه كندير فيها عندي لا سي ان اس اس ديالي، بون انا لي زوطخ وناس اخرين، راه ما عندنا ميتشيال، ما عندنا ضمان اجتماعي، ما عندنا التقاعد والو. نهار اللي كنمرضوا كوما كنسحب ديال الله ينصرو كيصيفطنا الشيخ زيد ولا كيصيفطنا المحكمة اللي خصنا ندوزو في المحكمة العسكرية نمشيو للشيخ زيد ولا المستشفى العسكري راه ما عندناش باش نتعالجو او ما عندناش باش نتعالج الحمد لله والشكر لله ديما ما كنشكش نفسي تنقول الله مسك عليا الحمد لله اللي بقي لي بكثير مي ما كنلحقش لان كنت كنقول غيجي واحد الوقت غنبغيو نلحقو ما عندناش علاش وزارة الثقافة ما تقننش هذا الفن وتوظف الناس ودفوا الناس عاود ما تطلبوا لهم شنو نديروا الرميد نديروا حتى حنا الرميد نوضوا الفنانين تما يديروا الرميد نوضوا الموسيقيين يديروا الرميد عباد الله شيء يبكي راه الموسيقيين تبيعوا الالات ديالهم راه الموسيقيين تبيعوا الالات ديالهم باش ياكلوا حرام عليكم راه الناس اللي كتخدم في الالات اجواء كتموت بالجوع حرام مليار و400 اجي درست ولقاو 60 واعطيك واحد 10000 ريال راه حرام حرام عليكم هذا الشيء هذا الله يخليك راه هذا منكر ورجعوا نفسكم وانا طالب بالانتاج من 2008 بغيت لان علاش انا ملي كنبغي نتا علاش كتلمونا ما كتنتجوش ما عندكمش اغاني ما عندكم على ما راه خصنا ننتجو واش غناكلو راسنا واش غادي ناكلو الناس اللي خدام معانا واش غنصدقوا على الناس انا بعدا ما خدمتش هادي عامين قليل اللي خدمت عليه انا كان مغضب علي لان كنت مع الناس كنت مع الشعب في نهار اللي درنا المقاطعه فجميع مهرجانات غضبات عليا حتى حد ما دخلني تصالح المغرب ولا كل شيء لان لطيفه مع الشعب فما كان مهرجانات ما خدمتش لطيفه الا سمعت اللي خدمت خدمت اشياء اخرى خاصه عن شركات او شي حاجه اما اللي كان ضد مقاطعه بيت وما تخدمش وما خدمتش وكان مغضوب عليا فلهذا عييت ما نسكت عييت ما نسكت ما كنطالبوا غير بحقنا فقط طلبوا بحق الناس اللي راها كتموت بالجوع وشكرا